صيام يوم عرفة لغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. ومن أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره من رؤية هلال شهر ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. معاشر المؤمنين، وإن من الأعمال الصالحة الجليلة في هذه الأيام خدمة حجاج بيت الله الحرام، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر لما رأى بني عمومته يعملون على سقي الحجاج من بئر زمزم قال لهم: اعملوا فإنكم على عمل صالح، ولولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فخدمة وفد الرحمن يا عباد الله دليل على شرف الاصطفاء وعظيم الاجتباء، وقد خص الله به بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية فقامت به خير قيام من تهيئة للمشاعر وعمارة للمسجد الحرام ليؤدي الحجاج مناسكهم في أمن وأمان وراحة واطمئنان. فجزى الله خيرا كل من عمل في خدمة ضيوف الرحمن وبارك فيه ووفقه وأعانه وسدده. ثم اعلموا معاشر المسلمين أن الله أمركم بأمر كريم ابتدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق امامنا بتوفيقك، وايده بتاييدك، واجزه خير الجزاء عن الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمننا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام، اللهم وفق حجاج بيتك الحرام، اللهم تقبل منهم حجهم وسائر أعمالهم برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة